رجال بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أطهر بقاع الدنيا وأشرفها، بناء على رغبة علماء المسلمين ووفود بيت الله الحرام بأن يؤم وفود بيت الله إمام المسلمين وحامي الحرمين الشريفين جلالة الملك المعظم سعود الأول حفظه الله، ونزولا عند رغبة الجميع تفضل جلالته وسيؤم جموع المسلمين المصلين لفرض صلاة المغرب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم.